كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبرنا. حلوين الله، حلوين 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 حلوين. اي حاجة يحتاجها تجيلي، نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجال زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها اي حاجة رقبتي سدادة. اصل يا كبير وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندير. حلوين حلوين حلوين. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. ولا اقول لي يا مغاوري هو امورنا يا باشا؟ ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبايه حبيت يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اذيك، انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح، فرجت عليك الاسود ما اسودش، لكن انا حبيتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. مش من هم خالة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نافوخك ولملادتك جوه حنكك وضفار لسانك بعقدة وشنيطة. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، انا ضاوية ابو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. متأخذنيش يا خال، للضرورة أحكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ إيه اللي أخرك كده؟ ده أنا قلت حاجة ليك هنا. أصل أنا كنت بأدي واجب إنساني لابد منه. إنساني؟ إنساني وقطع عنواني. ده يوم تتأخر فيه برضك، ده إحنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال ما تقلقش. ما تقلقش ده إيه؟ الضابط اللي جوه بيقول إنه هيخرج من هنا. ضابط إيه بس؟ اتقل. دفعة. أهلا يا متر، تحت أمرك. راح فين ابن المدسوعة ده؟ أكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولده. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا.
كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذه يا خال، ثانيه واحده، حفير ابن الملسوعه ده تاني اكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجه؟ اه ماشي حاضر. ايوه مكمل. ايوه معاك معاك سيجاره. مش رابش في الخدمه يعني؟ ال20 جنيه هم اللي في الخدمه؟ طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشه حلوه على اللي حواليكي برضه. اه هي كام ساعه بس اخلص المصلحه اللي انا فيها دي، وبعدها اجي لكم جري عشان اخرجكم. يا البلد سايبه، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمايل يا رب. يا ست كرامة معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. ها بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضاويه هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. اه طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد يا الله. اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره؟ مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه بفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لسويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت.
شكرين. ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يرجع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي ورا البيت هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج.